في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بولس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الشيخوخة ونيقوديموس المتقدم في السن وقال: في حديث يسوع مع نيقوديموس قال له: من أجل أن ترى ملكوت الله تحتاج أن تولد من علو، لكن هذه الولادة لا تعني أن نولد من جديد ونكرر مجيئنا إلى العالم على أمل أن نجد مع الولادة الجديدة فرصة لحياة ثانية أفضل. هذا التكرار لا معنى له، بل يفرغ الحياة التي عشناها من كل معنى ويلغيها كما لو كانت خبرة فاشلة وفراغاً وضياعاً. الولادة من علو التي تسمح لنا بأن ندخل إلى ملكوت الله هي ولادة بالماء والروح، هي عبور المياه إلى أرض الميعاد التي هي خليقة متصالحة مع الله. أساء نيقوديموس فهم هذه الولادة، وأمام واقع الشيخوخة قال: إنها غير ممكنة. إن اعتراض نيقوديموس مفيد لنا، ويمكن أن نجد فيه تعليماً لنا. فالشيخوخة ليست عقبة أمام الولادة من علو، وليس هذا فقط، بل هي الوقت المناسب لفهمها وتحقيقها وللخروج من سوء الفهم الذي يجعل الحياة الجديدة مثل التشبث برجاء حياة زمنية دائمة. الولادة الجديدة بالماء والروح تسمح لنا بأن نرى ملكوت الله وبأن نرى العلامات التي تشير إليه على الأرض، وأهمها الحب الإنجيلي. فإذا تمكننا من رؤية هذا الحب أمكننا دخول الملكوت بقبول الماء والروح، واستمرت مسيرتنا الطبيعية نحو مصيرنا الذي هو أبدية الله.